السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بما أنه الوقت ديال الفراولة وموجودة تبارك الله ولذيذة والمذاق ديالها مزيون، قررت نحضر معكم مربى الفراولة اللي سهلة في التحضير وما كنحتاجش بزاف المكونات. كنحتاجوا لجوج المكونات اللي هما الفراولة طازجة وسكر. كيف ما كتشوفوا هنايا، خديت الفراولة ديالي وغسلتها مزيان وصفيتها. انا هنا خديت جوج الكيلو ونصف ديال الفراولة، غادي نعمل معها نصف كيلو ديال السكر. طبعا من بعد ما غسلت الفراولة واستقطرت مزيان، غادي نبدا نقطع الفراولة. غادي نقطعوا الفراولة ديالنا اللي غسلنا مزيان، طبعا من بعد ما نزولوا هذيك الربيع الخضر اللي كيكون في راسها. كنقطعوا الكميه كامله قطع صغارين ولا متوسطين، ماشي مشكل، هي من بعد غادي تذوب كامله. كنستمر على هذه العمليه حتى كنكمل الفراوله اللي عندي كامله. انا كيف ما قلت لكم عملت جوج الكيلو ونصف، يعني جوج الكيلو و500 غرام ديال الفراوله. احتاجت لها نص كيلو ديال السكر، 500 غرام ديال السكر. انا استعملت السكر البني كيف ما يمكن تستعملوا السكر الابيض العادي، يعني على حسب كل واحد والاختيار ديالو. بالسكر العادي كتجي شويه حلوه اكثر، وبالسكر البني كتجي شويه ناقصه حلاوه، وطبعا كل واحد والذوق ديالو. غادي نستمر على هذه العمليه حتى نكمل الكميه كامله ديال الفراوله اللي عندي، وغادي نوضعها مباشره في الطنجره ولا في الاناء اللي غادي نطيب فيه. وغادي نضيف لها السكر كيف ما كتلاحظوا هنايا، نعمل السكر البني، وطبعا كل واحد عنده حريه الاختيار، يعني القياس كيبقى هو هو. انا عملت جوج كيلو ونصف ديال الفراوله، نصف كيلو ديال السكر. غادي نوضعوا ديك السكر فوق فراوله، وغادي نحركوه واحد شويه باش كينزل، باش كيتخلط مع الفراوله كامله. كيف ما كتلاحظوا مباشره من بعد كنوضعوا السكر كتبدا تلق الماء، الفراوله كتبدا تلق الماء ديالها. غادي نضيف الكميه السكر اخرى وغادي نحرك. غادي نضيف الكميه اللي باقيه ديال السكر وغادي نحرك عاود باش نمزج الفراوله بالسكر، ونحاولوا نختاروا فراوله تكون طريه ويكون المذاق ديالها حلو باش كيتجينا المربى حتى هي لذيذه. ودابا غادي نغطي عليها وغادي نحتفظ بها في الثلاجة ليلة كاملة حتى الصباح، عاد غادي نبداو نطيبو. وكيف ما كتلاحظوا منين جبتها من الثلاجة في الصباح كان فيها هاد الكمية كبيرة ديال الماء، هذا الماء ديال الفراولة، هي طلقت هاد الماء من يمضى عندنا السكر. ما غادي نضيفو لها حتى شي حاجة، يعني ديك الفراوله والسكر صافي. وغادي نعملوها فوق النار، غادي نعملو النار متوسطه، ما غاديش نعليو على النار. وهي كتبدا كتغلي وحنا غادي من بعد غادي نقصو على النار، نخليوها مهيله. وفي الاول منين بدا الغلي غادي نتخلصو من ديك الرغوه اللي كتطلع فوق الفراوله.
كيف ما كتلاحظوا هنايا انا غادي نبقى نزول ديك الرغوه حتى ما تبقاش نهائيا. وطبعا كنغطيو عليها، ولكن ما كنغطيوش على الطنجره كامله، كنخلي واحد المتنفس باش ما كيفتش اللي داخل الطنجره. وكيف ما كتلاحظوا هنايا بعد ما زولنا الرغوه باقي واحد شويه غادي نصفيها، غادي نحاول نصفيها كامله حتى ما يبقاش فيها حتى شويه ديال الرغوه. وكيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما زولت الرغوه كامله بقات الفراوله بوحديتها مع الماء ديالها، وغادي نخليها تعسل على نار مهيله وساعه ساعه كنحركوها، ما كنغفلوش عليها وما كنبقاوش واقفين قدامها. طبعا غنحركوها على 5 دقائق 10 دقائق، ولكن ما نساوهاش. وكيف ما كتلاحظوا الفراوله بدات كتعلق وتعسلت، وكيف ما كتشوفوا الكميه ديالها كيفاش يعني قلالت، يعني كانت الطنجره مملوءه يعني وصلت حتى تقريبا اقل من الثلث. واش نتاكدوا بانها تعسلت مزيان غادي نحركو، كنحسوا بها كتلصق شويه في الطنجره، ومن الاحسن نعملوا شي طنجره ما كتلصقش باش ما نبقاوش دابا ساعه خصنا نحركو فيها، يعني هذه حتى الا خلينا 5 دقائق ما غاديش تلصق لنا في الطنجره. انا ناخذ واحد شويه نعملو فواحد الطبيصل ونشوف واش في باقي فيها الماء اولا تعلقت. هنا كيف ما كيظهر انها ما بقاش فيها الماء، بقات غير الفراوله معسله، وهذه هي النتيجه اللي خصنا نوصلوا لها. غادي نزيد لها واحد شويه واحد 5 دقائق وغادي نطفي عليها. وكيف ما كتشوفوا هذه الفراوله ديالنا بقاو غير قطع ديال الفراوله معسلين، وصدقوني كتجي لذيذه 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 بزاف. ودابا غادي ندوزو نعقمو الاواني اللي غادي نعملو فيهم المربى. غادي ناخذوا الاواني ديال الدجاج طبعا الغطيوات ديالهم، غادي نعملوهم في واحد الطنجره ونعملو لهم الماء ونخليهم يغليو لمده ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه. كيف ما كتشوفوا انا عملتهم على جنبهم باش كيدخل فيهم الماء كيغلي، ومن بعد غادي نهزهم ونعملهم يسقطروا. كيف ما كتشوفوا نزلت الغطاء وعملت عليه الرضومه باش يبقى ديك التنفيسه فين يقطروا ديك القريعات، ومن بعد غادي نخليوهم يستقطروا مزيان حتى ما يبقى فيهم حتى نقطه ديال الماء، وكنأكد ما يبقاش فيهم الماء بصفه نهائيه باش ما نعملوا المربى داخل منهم ما تعفنش معانا. كما كتشوفوا هنايا ما فيهم حتى نقطه ديال الماء. طبعا الا بقات شي نقطه ديال الماء غادي نمسحوها بواحد سيرفييت وصافي. ودابا غادي نبدا نعمر الرضيمات ديالي بالمربى اللي وجدت. طبعا من بعد ما كتكون حتى هي بارده الرضيمه تبردو والمربى حتى هي بارده. حيت الا عمرنا المربى وهي سخونه غادي يطلق لنا الربو في الرضيمات وديك الربو غادي يرجع ما. ودابا من بعد ما عمرتهم انا جوني جوج رضيمات كبارين عامرين وديك الصغيره جات ناقصه واحد شويه، غادي ناخذ الطنجره ديال الضغط وغادي نضع فيها واحد الفوطه، فوطه ديال الكوزينه اللي كنستعملو في الكوزينه، وعاد غادي نوضع ديك العلب الزجاجيه باش منين يكون الغليان ما يتقاسوش مع بعضياتهم ويتهرسوا. غادي نعمل القطع ديال الفوطه بيناتهم باش نأمن عليهم كتر، ومن بعد كنعمل الماء سخون في الطنجره. بالحق ما كنعمرش الطنجره بزاف، يعني يوصل الماء الربع د كل قنينه ما يطلعش اكثر من الربع.
ومن بعد غادي نوضع الماء الساخن، وغادي نشد على الطنجرة ديال الضغط، غادي نشد عليها ونعملها الصفارة ونوضعها فوق النار. نعلي عليها، غير يبدا كتبدا الصفارة كتصفر الطنجرة، غادي نقصلها، يعني غادي نعملها على نار مهيلة مدة 15 دقائق حتى 20 دقيقة. ومنين غادي نطفيلها ما غاديش نفتح الطنجرة حتى كتبرد مزيان، نقدر نخليها ليلة كاملة حتى الصباح عاد نفتحها. ملي كنخليوها مشدودة وهي حتى تبرد كنكملوا التعقيم وهي العافية مطفية. وهذا التعقيم ضروري إلا كنا خصنا نحتفظوا بالمربى مدة طويلة. وها هي المربى ديالي وجدت، كتجي لذيذة ورائعة كما كتشوفوا اللون ديالها داكن، حيت كان معها عملتها بالسكر البني. ملي كنعملوا السكر الأبيض كيكون اللون ديالها فاتح شوية كيف ما كتشوفوا. انا القنينه كليت منها عجبتني، جات لذيذه. وها هما القطع ديال الخبز دهنتهم كيف ما كتظهر، عسله ولذيذه غزاله. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وتجربوها.